الله يقول إن أصحاب الجنة في شغل، هل عندهم أشغال؟ عندهم ما انتهى النصب والتعب والعبادة؟ ما الذي شغلهم يا ابن عباس؟ قال شغلهم افتضاض الأبكار، شغلهم افتضاض الأبكار. هل في الجنة جماع ومعاشرة؟ نعم. عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء، 100 عذراء. والأعجب والأغرب أنه كلما عاد إليها وجدها بكرا وزيادة زيادة في اللذة والأنس، يجدها بكر كما كانت، ليست كنساء الدنيا تفضل بكارة وتنتهي، بل كلما خرج وزار العزيز الحميد ثم عاد يجدها بكرا. أهل الجنة يعطون قوة 100 في المأكل والمشرب والمطعم والجماع، حتى في الجماع، لأن هناك من أهل الجنة من قد يزوج 100 وربما بأكثر، وهو يعطى قوة 100، يعني يستطيع في غداة واحدة يجامع 100 امرأة أو 100 حورية من نساء الجنة.